كان الشقيق كارثة 10 أضعاف اللي موجود في غزة، ولكن العالم للأسف كل مهتم عشان في كيان اسمه إسرائيل، وبالتالي الأمريكان والأوروبيين والعالم كله أنظاره رايحة فين؟ إسرائيل. سايبين السودان، اللي لو ما لحقناش السودان نجد تقسيم للسودان من جديد أصعب موقف تواجه السودان حاليا. نلحق السودان ولا نسيب السودان؟ شعب السودان النهاردة عنده كوارث بيئية وصحية وكوليرا وإصابات، و 12 13 ألف واحد قتلوا، وعندك 8 مليون نازح داخل السودان، 8 مليون جوه السودان، وعندنا 1.5 مليون سابوا السودان وراحوا للدول المجاورة، منهم حوالي 400 ألف دخلوا مصر. تشاد الأول حوالي 480 ألف، وإحنا بعد تشاد ربما بنتكلم في حدود 350-400 ألف واحد دخلوا مصر، وفي جزء حوالي 80-90 ألف راحوا جنوب السودان، وأفريقيا الوسطى حوالي 30-40 ألف، وإثيوبيا حوالي 20-25 ألف. دول معظم الناس اللي هم تركوا هربوا من الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أو الميليشيات. الوضع في السودان خطير جدا. واد مدني اللي هي يعني في ولاية الجزيرة نزوح أكتر من 300 ألف خلال الكام يوم اللي فاتوا دول، زي ما حضراتكم تشوفوا كده حركة نزوح كبيرة جدا. المصريين اللي هناك النهاردة نجحت سفارة مصر في السودان في إجلاء 18 طالب وطالبة وبعض أولياء الأمور اللي كانوا موجودين عالقين في واد مدني، لأنه في قتل، في جرائم، في اغتصاب، في عمليات نهب، سرقات، دخول، بيدخلوا البيوت يقتلوا الناس ويهددوا الناس، وتحت تهديد السلاح بياخدوا كل حاجة، ميليشيات الدعم السريع. هناك جرائم ترتكب في حق الشعب السوداني، والعالم لا ينظر للسودان، العالم لا يرى هذه الجرائم في السودان. العالم النهاردة عليه يطالب العالم التحرك لإنقاذ السودان بجد. السودان في كارثة رهيبة، أكبر كارثة تواجه العالم حاليا السودان، والعالم لا ينتبه. العالم، ما الذي يريده العالم النهاردة؟ أكبر نزوح حصل حاليا موجود في السودان، أكبر دولة فيها نزوح حاليا السودان. تهديدات لدول الجوار، في تهديدات تواجه دول الجوار. احنا الحمد لله عندنا في أرقين وقسطل على حدودنا مع السودان اجراءاتنا، وبيدخلوا عندنا في موجودين زي ما حكوا تابعتوا بتتابعوا على طول، واستعدادات، وطبعا مصر بتقوم بعمليه اجراءات شامله، عمليه التامين وغيره بتتم. الخارجيه المصريه النهارده طلعت بيان طلبت جميع المواطنين الموجودين في السودان سواء في الولايات اللي فيها حرب او ما فيهاش يرجعوا مصر فورا. خارجية قالت كده النهاردة على جميع المصريين يرجعوا فورا حتى الاماكن اللي ما فيهاش حرب.